السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقه قناه التصوير المصري. معاكم احمد فتحي. حلقه النهارده حلقه خفيفه من سلسله جديده انا كنت قايل عنها من فتره، بس دي اول حلقه فيها ان شاء الله، وهي سلسله خفيفه قوي وهي سؤال وجواب. انت هتسال سؤال في كومنتات تخص الفيديو ده او على البوست اللي انا كنت نزله من فتره على الكوميونتي، انك تسالني سؤال اقدر اجاوبك عليه في فيديو بسيط. الفكره دي انا شفتها عند مصور اجنبي، الموضوع ده هو الاساسي بتاعه على القناه، ان هو بيجاوب على اسئله فقط لغير، مش متذكر اسمه ايه. عجبتني الفكره وحبيتنا انقلها لكم. الموضوع بيكون نظري، ولو في حاجه محتاجه امثله بحطها او صوره بحطها، انما ما بيكونش الموضوع عملي. فلو عندك سؤال اقدر اجاوبك عليه في فيديو من الفيديوهات دي، فحط لي السؤال في الكومنت وهجاوب على كل سؤال في فيديو لوحده لو ينفع في فيديو. نبدا اول سؤال على البوست اللي انا نزلته، كان حد اسمه الماجيك بيقول ان هو مصور كره قدم وعنده مشكله كبيره مع الشمس، ان معظم الماتشات في الظهر، يعمل ايه؟ طيب احنا دي مشكلة ان انت مش متحكم في الاضاءة، لان دي اضاءة الشمس، نور ربنا، فانت مش متحكم فيه. فالحل هنا بيكون، وعارف ان الحل هنا مش هيكون حاجة اقول لك تعملها بالظبط او مشكلة فيك، انت مجبر ان تقف ورا جون معين او تقف في مكان معين عشان تجيب المساحة كلها او تجيب الفريق اللي انت بتصور معاه، فعارف ان انت مقيد كمان بالمكان. هنا احنا بنلجأ لان يكون الكاميرا اللي بنصور بيها والعدسة اللي بنصور بيها حاجة محترمة او حاجة عالية شوية، عشان كذا حاجة. انا مش بعقدك، مش برخم عليك في الاجابة، بس ده اللي هتلاقي معظم مصورين الملاعب بيعملوه. هتلاقيهم بيصوروا ممكن بكاميرات كروب فريم، بس اعلى كروب فريم. ليه؟ لان هو عايز بعد بؤري طويل عشان يجيب ابعاد بعيدة، بس نفس الوقت عايز جودة عشان يقدر لما يكون في صورة فيها اضاءة جامدة او هايلايت او هارش لايت، يقدر في ايديت لما ينزل الاضاءة شوية يجيبوا تفاصيل كانت متشاله بسبب الديناميك رينج بتاع الكاميرا. فالحل اللي انا شايفه اللي هو ممكن يكون مش في ايدك دلوقتي، وانا عارف، بس ده الحل اللي بيعمله معظم مصورين الرياضه، ان بيكون بيصور بعدسه زجاج محترم، زجاج نظيف بيدخل اضاءه نظيفه، وبيصور ببادي محترم او بادي فيه ديناميك رينج عالي، بحيث انه في الايديت لو صوره مظلمه شويه يقدر يرفع شادو او يرفع اكسبوجر ينور الشخص شويه، صوره منوره قوي يقدر ينزل هايلايت عشان يسترجع تفاصيل. وده اللي بيعملوه مصورين الرياضة بالليل او بالنهار في الشمس او في اضاءة الملاعب اللي هي الكشافات العادية. ده الحل اللي انا اقدر اقولك عليه، لان تصوير الرياضة من اصعب انواع التصوير، وان انت بتصورش غير بالكاميرا وبالعدسة، لا بتصور باضاءة ولا فلاشات ولا اي حاجة، انت بتصور حاجة تتحرك قدامك، انت ما بتتحركش بمزاجك ولا بتعمل سيتاب بمزاجك. فده الحل من وجهة نظري، واتمنى اكون فدتك. ونصيحة ممكن تكون رخمة شوية، وعارف انها مش دايما بتنفع في الرياضة، لو البادي بتاعك مش اعلى حاجة حاول تصور رو، عارف انه هيكون تقيل، عارف انه هيكون عدد صور في الثانية ممكن يبقى الموضوع تقيل على كاميرتك شوية، بس الرو هيديك شوية مجال انك ترفع شادو او تقلل هايلايت. جرب رو وربنا يوفقك، وسلام.